إذن إحنا عملنا إيش؟ عملنا آخر شيء content area سميناها chapters. داخل chapters عملنا three subfolders سمينا كل واحد اسمه chapter one, chapter two, chapter three. داخل chapter one عملت two folders أيضا سميتهم unit one, unit two. وهكذا يمكن أن أعمل تقسيم كامل لكل الكورس اللي عندي. أوكي؟ طبعا إحنا راح نكتشف إنه مرة على مرة باستخدام الكورس تدريس الكورس على نظام Blackboard راح تشوف إنه تقسيم مناسب يكون في تقسيم أحسن. أحيانا في بعض الدكاترة إيش بيعمل؟ بيعمل في نص الفصل أو نهاية الفصل بيعمل سيرفي كوشنير من 4-5 أسئلة فقط. يسأل الطلاب إيش انطباعكم كان عن الكورس تقسيم الكورس. فبأخذ فيدباك من الطلاب وهذا نقطة مهمة جدا لازم دائما أشارك رأي الطالب لازم. فبأخذ فيدباك من الطلاب وبناء عليها بكتشف هل فعلا أنا كنت ماشي يعني السيناريو كنت عامله أبروتش كنت مستخدمه كان صحيح ولا كان بيحتاج تعديل. فعليا هو بيعطيك أوفر أول على كل الكوشنيرز اللي الكوشنز اللي حطيتها في السيرفي أوكي وبعطيك باي كوشن كوشن باي كوشن وبعطيك ستودنت باي ستودنت أكثر مني تمام أوكي. في أي سؤال على موضوع التقسيم والفولدرز وكذا؟ طيب لأن أنا قسمت الفولد الكورس داعي لشابترز لويكس لليسونز أي تقسيم تكون مناسب. التقسيمات الداخلية الصد فولدرز قسمناها وجهزناها. ضل عندي المرحلة الأخيرة إيش هي؟ أضيف الكل بالضبط. فأجي أعطي مثال على يونت 1 بقول أنا اليونت 1 راح أضيف عليه الكونتنت الملفات راح أدرسها للطلاب هو عبارة عن بدي أفايت كل باوربوينت كل اوديو فيديو قدر الله اي نوع على كل الاحوال هنا بتلاحظوا في يونت 1 ممكن اني اضيف ملفات فولدر او ملفات تمام ممكن في نفس يونت 1 اضيف اسسمنت اساينمنت او كويز او تيست او غيره داخل يونت 1 اوكي ممكن اضيف داخل يونت 1 تول معين ممكن في تول معين انتم ما بتحتاجوا تستخدموها اثناء ما يقراوا المكتبه الساعتين الكل اضيفها في هذا المكان اوكي ممكن Unit 2 حخلي الطلاب في Unit 2 يدرسوا أو في كل الكلاس ده Unit 2 أدرسها ريموتلي باستخدام الفيرتشوال كلاس روم تمام في الحالة وظيفة التول اللي خاصة الطالب يدخل مباشرة أو يدخل على الفيرتشوال كلاس دائما يكتب عليه دائما مباشرة على الفيرتشوال كلاس روم لو بريت استخدامه إما بيكون على مستوى الفيرتشوال كلاس روم أو بيكون على مستوى الميتينجز ما بين اعضاء التدريس في الاجتماعات ممكن تعملها ريموت كل واحد البيت وكل واحد مكتبه وما تقدر تجمع جدا مفيده فيها ريكوردينجز فيها ببلش فيها ريكوردينجز جدا جدا مفيده. طيب الان اجي على موضوع الكونتنت احنا نحط الان بيتكلم ايش انواع الكونتنت اللي ممكن اضيفها على الكورس؟ بقول لك التالي انت عندك هنا مقسم ليهم اربع اقسام. القسم الاول اوكي القسم الاول عباره عن مجموعه من الفايل ممكن اعمل كميات للفايل الاخرى أوكي، images, video, audio. كيف؟ أحكي عنهم بشكل سريع. item. شو يعني item؟ item عبارة عن item واحد لكن ذاته أكثر من فايل. تكون نفس النوع أو نوع مختلف. تمام؟ files, formats, supported media. كيف؟ audio. عندي file audio audio file. مثلاً عادة مثلاً تصل بالإنجليزية أو اللغويات أو غيرها. عادة تستخدم كثير audio file. طب الله ممكن حملها من هذا الطبع. إيميج أي نوع يحمل. فيديو حمل فيديو. فيديو موجود عندي على لابتوب أو على PC اللي أحمل. أوكي. ويب لينك هذا يونت 2 في ريسورسز معينة في ويب سايت معين بعطيها more information عن يونت 2 عن الصوت التعليم فيه. ممكن أضيف له ويب لينك. راح ويب لينك ممكن يكون هو فرع داخل تقسيم داخلي أو يكون ويب لينك على الكورس منه. طيب اللي بعديه learning module ايش عن learning module؟ اني ارتب اوكي learning module بالنسبه learning module هو عباره عن اني اعمل اندكس لمحتويات فولدر معين يعني انا في عندي فولدر هذا الفولدر مثلا فيه خمس محتويات في مثلا ملف اثنين ثلاث في سب فولدر في ملف اوكي هذه المحتويات بامكاني ان اظهرها للطالب على شكل اندكس فحص والطالب يصير يعمل كليك على اسم بس على اسم الايتم ويدخل مباشره عليه راح نشوف مثال عليه هنا في عندي ميزه انه ممكن انا اعمل ممكن اعمل انفورسنج للسيكونشال في موضوع الايتم بمعنى انه الطالب ما يروح على الايتم الثاني الا اذا قرا الايتم الاول ما يروح على الايتم الثاني الا اذا قرا الايتم الثاني وهكذا اوكي
لسن بلان بإمكاني أنا أعمل بلان لكل لسن عندي، وهذا اللسن أو هاي البلان تحتوي من الأخر إيش الدوريشن تاعت اللسن، إيش المتيلة ساعت اللسن، إيش في مثلا assignments، إيش عندي attachment، إيش عندي goals لهذا اللسن، الأكشيفن تاعت الgoals هو وغيرها. أي شيء بخلو عملكم أو تتعلق باللسن موجود. إحنا هنا مجازا نحكي لسن بلان، لكن هي ممكن تكون chapter بلان، ممكن تكون unit بلان، ممكن تكون week بلان. أما مجازا هي اسمها ليش؟ سيلبس. أنا السيلبس عندي هنا 2 options. الأوبشن الأول إني أنا أعمل السيلبس على الوورد وخزنها وورد فورمات أو PDF وعملها أبلود as a file. أو الأوبشن الثاني إني أنا أعمل سيلبس باستخدام السيلبس تول الموجود في Blackboard. السيلبس تول عبارة عن وزن معين تكون من 4-5 steps، كل step أحط فيها معلومات معينة أو جزء معين للسيلبس. بعد ما خلص 4-5 خطوات بحكي لي تفضل هي السيلبس الثانية. عادة السيلبس إيش تكون محتوياتها؟ تكون هي عادة 4 محتويات أساسية يمكن نضيف عليها أو نخفف شوية. أول واحدة description overview عن الكورس، الثاني objectives تاع الكورس، أوكي، الثالثة اللي هي الأسسمنت والويت لكل أسسمنت راح أعمله، الرابعة اللي هي التايم أو schedule تاع الكورس، تمام؟ بعديها كورس لينك. أنا هون بتكلم بيونت 2، فبدي أخذ الطلاب يعمل ريفيو لبارت سابق أخذناها أو فيديو سابق أخذناها، هون بعمل لينك، فلاحظ الكورس لينك ممكن تكون فرعية داخل الحسابات أو ممكن تكون عبارة عن أيتم أساسي في الكورس لينك، يعني تو أونت. وكمان عندي مرة ثانية كنت بقدر أخذناها، موديول بيت، تعمل موديول بيت مثل الكورس بيت بس تكون فرعية مش مرتبة على السيرة. بلانك بيت مثل البلانك اللي شفناه هون، بس ما راح يكون أيتم هون، راح يكون أيتم داخلي. هو التفصيلات. المشروع هاي هي مطلوب من الفيديو اللي بتسويه. المشروع يعني فيديو كورتر، يعني سلايد شير بريزنتيشن على يوتيوب فيديو. باختصار أنا عندي فيديو على اليوتيوب وبدي أجيبه أعمله لينك في الكورس. استخدم في هاي الحالة فيديو بس المشروع. المشروع فيديو هنا لما أنا أعمل سيرش وأعمل سلك للفيديو ما بدخل على اليوتيوب نهائي. كله من خلال يكون من خلال البلاكبورد. لما الطالب يشغل الفيديو. شغل الفيديو من خلال بلاكبورد ما بدخل على اليوتيوب، هو الفيديو على اليوتيوب موجود لكن أنا عامل عليه لينك بس مش أكثر. في حمل عرف المستخدم بلا اليوتيوب يكون في مشاكل على اليوتيوب صح ولا لا؟ ممكن يكون مثلا والله لما ينتهي بعض الاقتراحات فيديوهات تقترحها وأحيانا يكون منها شيء ما له علاقة بالموضوع شيء ما تكون لائق وغيرها من النقاط، وبالتالي هو أنا في هاي المشهد أنا بتفادى هذا النقطة لأنه مجرد ما أخلص الفيديو بختارته ما له اقتراحات نهائية. أوكي؟ نفس الوقت أنا عادة كل كورس يكون فيه له كوتا، فيه له حجم معين على السيرفر، سيرفر تاع بلاكبورد. أوكي؟ ممكن والله نحكي كورس حجمه 1 جيجا بايت أو نص جيجا بايت أو 2 جيجا بايت، بغض النظر كم الحجم. هنا إذا بدي أحمل فيديوهات أحملها تحميل من خلال الأوبشن هذا هون، إيش راح يصير؟ فيديو على فيديو على فيديو راح يكبر حجم الكورس. كبر حجم الكورس، الكباسيتي قلت، السرعة قلت، أوكي؟ زائد إنه إذا صارت مشكلة على السيرفر، وهذا كلام وارد خاصة إذا كان السيرفر موجود يعني لوكالي، فبتكون في مشكلة على السيرفر، راح تروح المعلومات. طب أنا في عندي ضمان هنا أو في عندي أوبشن بريح كل هذه المشاكل، إني أنا أعمل أبلودينج لكل الفيديوز الخاصة فيني، الكورس تاعي أعملها أبلودينج على اليوتيوب، على أكونت خاص فيني، أنا على تشانل على اليوتيوب، ممكن أخليها برايفت أو أخليها بابليك، ما عندي مشكلة. طيب، لما تكون أنا عامل أبلودينج للفيديوز الخاصة فيني على اليوتيوب، هنا ما في عندي ريسك انه والله الفيديو راح يعمل له ريموف الفيديو لانه هو ماي اون صح ولا لا؟ فبالتالي ما في حدا ممكن يعني يعمل اي ابديت على الفيديو. هنا في عندنا مشكله بسيطه جدا، ايش هي؟ انه اذا كان الفيديو مش خاص فيا وصاحب الفيديو حذف عن اليوتيوب ما راح يظهر عندي انا عامل لينك. فهون في ريكومنديشن مهمه جدا 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 انه الفيديوز اللي خاصه فيك اعملها ابلود على اليوتيوب ومن ثم استخدمها من داخل. نفس الشيء بالنسبه للبرزنتيشن، لان احنا في الويب سايت اكيد تعرفوا اسمه سلايد شير. سلايد شير بس وظيفته انه يعمل ابلودنج وداونلودنج للبرزنتيشن انواع مختلفه سواء كان باوربوينت او غير باوربوينت. اوكي؟ نفس الفكره في اليوتيوب عندنا سلايد شير. برضه نفس الشيء اعمل اكونت خاص بي على سلايد شير واعمل ابلودنج لكل البرزنتيشن. انا حاليا في عندي برزنتيشن اذا فيها ايمجز وانيميشن وكذا أنا بحمل وإحنا أغلب الدكاترة وأغلب أعضاء التدريس دائما بستخدم البرزنتيشن في التدريس.
لما يكون في برزنتيشن حجمه 50 ميجا او 60 ميجا ولا كذا، واحيانا بوصل كذا، راح تشوف انه حجم الكورس بدا يقل. ففي مشكله، حتى لو كانت المشكله هاي تروح مثل ما احنا نستعين بسلايد. تفكر بنفس الطريقه مثل السلايد اللي موجوده في الموقع بس تخص بايش؟ الصور. احيانا برضه في عندنا صور تحطين مثلا كليات الطب، احيانا مثلا كليات علميه معينه، حتى الكليات الانسانيه زي التدريب والتقاط وغيرها. فهون برضه نفس الطريقه ممكن انا احملها على تويتر ويب سايت عبر اكونت ومن هناك استخدمها على المكتب. لاحظوا Blackboard بيحاول انه بقدر الامكان دائما انت ايش تعمل سيف للكباسيتي بتاعتك. ودكتور ديفنز ما بيعتمد هو الكورس ما بيكون على اليوزر، بيكون على الكورس الكود او السايز. يعني احنا بنحكي كورس كود، احنا بنحكي يوزر كود، تمام؟ لانه احنا فعليا انا على Blackboard في عندنا شيء اسمه كونتنت سيرفر، هذا اللي بياخذ الفايلات. كم حد هو بتقسم على الكورسات، ما بتقسم على اليوزر، تمام؟ ممكن انا اكون مدرس لخمس مواد، زميلي مدرس لعشر مواد. إذا بدي استخدمها باي يوزر مش راح تكون فير. الفير انه باي كورس تكون الكود. عادة الريكومنديشن من Blackboard انه الكورس كود يكون 1 جيجا بايت، كورس 1 جيجا بايت. طيب احنا مبدئيا راح نستخدمه الفير. لكن على البرد اللي جديد راح يطلع ان شاء الله في ابريل 2018 تصير في دروب بوكس. وهذا كان الاوبشن اللي هي طيب لأن Blackboard شغال على الموضوع هذا إنها تعمل لينك على السوشيال ميديا بشكل عام، فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. في بعض الجامعات هي على ما أذكر جامعة زايد أو جامعة الإمارات في الإمارات عملوا ديفلوبمنت لحالهم على Blackboard، هم صفحة Blackboard، وعملوا اللينك على الميديا على السوشيال ميديا. فبيوم كان الطالب يشوف في شغلة في فيسبوك مباشرة أو في Blackboard يشوف في فيسبوك مباشرة. انه السيستم افيلبل، بس اللي بدك محتاجين واحد انه فاضي مزاجه كبير شوي يعمل النقاط. راح ناخذ مثال هسه، راح ناخذ مثال انا راح اخذ مثال على كل واحد. احنا صدقا ما معي وقت اني اغطي كل النقاط، راح اغطي النقاط اللي هنا في الفريق اوكي، النقاط اللي بالضبط بالنسبه لهذه النقاط راح يكون معي وقت، لكن في الهاند اوتس الموجود بين ايديكم على الجهاز موجود في الشاشه كامله. هي فيري ايزي بالنسبه لكم، ما راح تكون أنا شوي محتاج خطوات شوي، فضل معي وقت صراحة. أوكي، حتى أضيف آيتم أنا أو أضيف فايل، فعندي تو أوبشن، إما آيتم أو فايل. الفرق ما بينهم أول نقطة إنه بالآيتم ممكن أحمل أنا أكثر من فايل، بالفايل أحمل سنجل فايل. أوكي، الفرق الثاني بالآيتم ممكن أنا أعمل أخلي الفايل يعمل داونلود للفايل، بالآيتم يشوف الفايل يعمل داونلود للفايل. أوكي، لا مين الأحسن مين الأفضل؟ اثنين متفاوتين. في عندنا ميزه في الايتم انه كثير من الفايل فورمات ممكن Blackboard يشغلها من Blackboard نفسه غير ما يفتح سوفت وير معين. ناخذ مثال بي دي اف. اوكي، ممكن اذا حملت انا ملف بي دي اف از ان ايتم، اوكي، ممكن Blackboard يفتح بي دي اف مباشره هنا في Blackboard، لانه الاكستنشن بتاعت البي دي اف بتاعت البي دي اف موجوده ضمن الليست او خلينا نحكي السبورت فورمات فايل. بينما إذا حملناها add a file، لا طالب لحالها يجب أن download the file ويفتحه من استخدام اللي هو مثل الأكتبات. هذه فرقة. أوكي، الآن ممكن لو عندي أنا audio أو image أو video file ممكن أحملهم add a file، ممكن ما في مشكلة، ما في مشكلة. إيش الفرق؟ الفرق حكينا أنه بالفايل ما في عندي options مخصصة لنوع الملف. بمعنى إذا بحمل أنا audio file as an audio، أوكي، في هاي الحالة لما نفتح هذا الايتم يكون في عندي اوبشن زيادة لها علاقة بالاوديو فايل، زي الاوتو ستارت، زي اللوبينج وغيرها من النقاط. هذه الاوبشنز اللي خاصة بالاوديو فايل موجودة بالفايل، نفس الشيء بالنسبة للايميج، نفس الشيء بالنسبة للايميج. اوكي، راح اجي الان نحمل فايل سنجل فايل واحد بس ونشوف ايش الاوبشن الموجود فيه. حتى احمل فايل انا الان وين موجود؟ موجود في يونت 2، راح اجي احكي له حمل لي فايل. اوكي، ايش اسم الفايل راح يظهر للطلاب؟ نسميه introduction مثلا. ممكن الون الكلمه هذه بالوان معينه، هي الوان هذا اللون مثلا. طيب الان الفايل وين موجود؟ اسمحوا لي، الفايل وين موجود؟ اما موجود على الكمبيوتر او موجود على مكان اسمه كونتنت سيرفر.
اكتب الكوليكشن. كنت الكوليكشن كل كورس كل كورس بيصير فيه نوع مثل مستودع في كل الفايلات اللي حملها. كل يوزر بيصير فيه المستودع كل الفايلات اللي حملها في الكورسات كلها بتصير موجوده في المستودع الخاص بالدول. هذا المستودع سواء كان على مستوى يوزر او على مستوى كورسز بنسميها كل تكتيك. بمعنى اذا كنت انا محمل هذا الفايل مسبقا في كورس ثاني نفس الفصل لكن كورس ثاني او فصل ثاني مثلا لازم احمل الفايل مايكل كمبيوتر او موديل ضروري فكره. اوكي طيب على فرض هو موجود على مايكل كمبيوتر وين الفايل؟ انا بدي اختار اي فايل بس هيك يعني بس موضوع تجربة في بي دي اف في بي دي اف. طيب بسيط خلينا انا على الفلاش فين بي دي اف هذه اوكي هذه الاجنده اللي خلال النص. طيب لا لا بعد ما حملت الفايل انا هي حملت الفايل هل ممكن اعمل باوز مره ثانيه؟ لا ليش؟ لان الفايل باخذ سنجل فايل بس. فايل اوبشن اوبن نيو ويندو يس او نو يفتح لك تاب جديده او ويندو جديده. اد الاينمنتس تو كونتنت. ايش الاينمنتس؟ الاينمنتس هي الجولز. اكيد عندكم فكره عن موضوع الاكاديميك جولز صح؟ كيف الاكاديميك جولز على مستوى انستتيوشن على مستوى كوليجز على مستوى ديبارتمنتس على مستوى بروجرامز على مستوى courses. صحيح؟ كل هذه اللفة بتاعت الجولز موجودة عندك في البلاتفورم على موديول اسمه الاوتكمز اسسمنت. حط الجولز وببدا المدرسين شو يعملوا؟ يربطوا عملية ربط. ضفت ايتم ملف جديد هذا الملف راح يلبي اي او راح يكون مربوط مع اي جولز 1 2 3. عملت اختبار هذا الاختبار راح يعمل اتشيفمنت ايش؟ 4 5 جولز. السؤال سؤال معين في الاختبار راح يكون مربوط مع اي اهداف. اوكي على هذا الليفل بيشتغل الاوتكمز. بعديها بعد ما نخلص نعمل ريبورتنج مدى تحقيق الاهداف بناء على ايفيدنس موجوده بين ايدينا اللي هي الكونتنت اللي حملناها الاساينمنتس التست الاكزامز. اوكي موضوع ممتع جدا جدا هذا الموضوع الجولز. طيب النقطه اللي بعديها بنعرفها احنا اللي هي السندر اوبشنز بير مثل اليوزر يس تراك نمبر اوف فيوز وهنا الديت والتايم ستكشر متى يكون هذا الفايل افيلبل للطلاب متى يختم. خلصنا راح نعمل مباشرة صبنا يعني ببدأ بعمل uploading بفتح وتحت uploading للفايل صار محمل أستر شو سوى شو الحين بدأ يحمل. طبعاً هنا ال 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 default size للفايل 10 ميجا إذا كان الفايل أكثر من 10 ميجا بدأ بوصل مع سيستم الأدمنستريتور حتى يزيد أو يرفع. حملنا الفايل هذا هو الفايل. الكونتنت كولكشن هي بتكون عبارة عن ريبوزيتوري لحاله أنا سيستم لوحده يعني أنا الآن بدرس خمس كورسات في الفصل الحالي خمس شعب حملت كونتنت رحت الفصل القادم لأن الفصل القادم هذه الخمس شعب أصبحت أن أفيلابل لكن الأكاونت تاعي ستيل أفيلابل صحيح؟ فهو الآن لما جينا على الفصل الثاني الكونتنت كولكشن تاعي شغال لأنه الأكاونت شغال أفيلابل فكل الفايلات اللي حملتها الفصل الماضي هي موجودة على اليوزر ريبوزيتوري بحصير استخدم حتى على مستوى ممكن انا اعمل باك اب من كل الكورس بعد ما اخلص الكورس تمام واخذ معي كل الكولكشن ممكن صحيح. اوكي الان انا بهمني الطالب لو رحت عند الطالب راح اشوف الطالب راح يروح مباشره على تشابترز الطالب راح يروح على تشابتر 1 راح يروح على يونت 1 ما في شيء يونت 1 برجع على تشابتر 1 بكي برجع لوين برجع على تشابتر 1 بروح على يونت 2 بشوف في عنده فايل اسمه انتدكشن بعمل كليك عليه مباشره فتح لي اياه وين التحليه لانه بلاك بورد خاص عنده عارف هو انه البي دي اف هذا الفايل بيبدا الطالب يقراه ممكن يعمل داونلود للفايل. احيانا لما نحمل فايل غير بي دي اف ناخذ مثال سريع بس انا في يونت 1 بحمل فايل اكس فايل باوز ماي كمبيوتر طيب هذا الفايل انا راح عند الطالب الطالب يفتح الشابتر 1 تشابترز شابتر 1 يونت 1 بيجي عنده هذا الفايل طبعا هو ما بيعرف شنو لاحظوا الفايل ما مبين بيعمل كليك عليه هنا الفايل الاكسل عمله داونلود مباشره لانه هو سبورت الحل اللي يكون سبورت اعطوه عشان تفتحه على بلاك بورد اللي عنده اوكي نفس الطريقه بالنسبة للايتيمز لو اروح مثلا على برضو chapter 1 على unit 1 بضيف item نفس الفايل بضيف item اوكي وخلينا نحكي على
1 2 3 اوكي نفس الانتدكشن نضيفه as an item. اوكي نروح الان ايش اسمه نسميه A2. طيب نضيف هون سكريبشن عن هذا الفايل. وين الفايل موجود؟ براوز ماي كمبيوتر. الفايل هذا هو الفايل. لاحظوا هنا يمكن اعمل براوزنج على فايل ثاني والثالث رابع خامس. فانا هون بعمل ايتم. الايتم عباره عن كولكشن اوف فايلز. اوكي نفس الاوبشنز اللي هنا خلصنا سبمت. لا ما في فايل دروب بوكس. راح نعمل ما في يعني دروب بوكس تول ثاني. في طريقه ثانيه راح نتكلم عنها. بس هو الان بعمل ابلودنج بس الفايل حق اذا فكرت انه صار في شيء بالسيستم لو عملت كليك مره ثانيه على سبمت اعطيني مسج اكشن اوريدي سبمت. اوكي عشان ما حمل الفايل. لاحظوا نفس الفايل نفس البي دي اف فايل. هنا حملنا فايل هنا حملنا ايتم. لما حملنا ايتم اعطاني هون تفصيل عنه اخواني اسمه وسمحه. اوكي لاحظوا الايكون مختلفة بين الفايل نفس الفايل لكن الايكون مختلفة بين النوعين بين الايكون والفايل. هنا لو طالب ممكن تسميه هنا لو طالب عمل كليك مباشرة على بي دي اف يفتح لي اياه مباشرة على البراوزر. عاد النوتيفيكيشن توصل مباشرة هنا للطالب في الماي باكورد. شاف النمبر هنا حتى الموبايل اب وصل مباشرة بطلع بالضبط وعلى الأبديت. طبعا هذا إذا كان الطالب عامل إيش لوجن للأكاونت. إذا مش عامل لوجن للأكاونت كيف بوصل هنا الآن عفوا الأبديت. لو عملنا كليك على الأبديت بنلاحظ هنا بيعطينا تفاصيل إنه مثلا في عندك أنت يكون اسمه AAA أصبح حبيلة بالعكس. وين موجود؟ موجود في الكورس اللي اسمه في الكورس تمام؟ لاحظ دكتور هنا لما تضيف أنت في الشابتر مثلا بدك تضيف آيتم جديد تضيف اسم الايتم وهنا تكست تكتب سكريبشن عليه. يعني لو حطيت هني واحد مباشر اعطيك مثال. طيب احنا باي ذا واي لو في عندنا مشكله حملت فايل وفي عندي مشكله فيه بغير في اوبشن في الفايل هذا الفايل مثلا بغير اوبشن فيه. اوكي باجي هنا على المنيو بعمل ايديت يرجعني على نفس الصفحه اللي عملت فيها ابلود الفايل. طيب هنا بنلاحظ هذا الفايل هنا لما يكون نوع فايل ما في عندي سكريبشن بينما بالايتم عندي بالضبط. انا بفضل دائما استخدم الايتم. لو اشوف الايتم هذا الايتم ورجعنا على الصفحه اشوف عندي هون سكريبشن مثلا بدي اكتب له مباشره ظهر سكريبشن هون. نعم هذا لا من الجهاز مش من البلاك بورد. ما مش بلاك بورد هذه تدفع الوحده. اوكي اي سؤال على البيلت كونتنت الايتم والفايل. طيب خلينا اشوف انا مثلا ايتم من نوع اوديو اذا في على الجهاز هنا. انا بفضل البترينج استخدم اللابتوب تاعي يكون عليه سامبلز انواع مختلفه من الفايلز بس عشان الكونكرنسنج صعب نستخدمه. على كل حال طيب الان الفكره اللي عندي راح نعمل كالتالي. لو بضيف الان اوديو فايل او فيديو فايل يمكن اضيفهم از ايتم او فايل ما عندي مشكله نفس الطريقه. لكن ايش الفرق ما بين اني اضيف اوديو فايل ايتم او فايل او اضيفه اوديو فعليا؟ بتلاحظوا الان في لما اختار اوديو نفس الاوبشن ما في اختلاف. اللهم هنا بس في عندي اوديو اوبشن مش موجوده بين الفايل والايتم. ليش الاوديو اوبشن؟ اوتو ستارت مثل البطاله دخل على الصفحه اللي فيها الاوديو فايل يعمل اوتو ستارت في الاوديو. لوبينج خلص الفايل ونشتغل لوحده مره ثانيه. هذا اللايمنت هاي عرفنا هذا اللايمنت اللي هي اللي تحتاج. انكلود ترانسكريبت احيانا بكون عندي انا بالضبط بكون عندي نص او واحد بعلق على الفيديو بتكون فايل ثاني اوكي تعليق على الفيديو او مره تكون اللي هي الترجمه فايل بالانجلش لانجوج الاوديو وفي مترجم تكون كلمه بالضبط تمام. تلاحظوا هنا اوبشنز زياده بتخص الاوديو هذا نفس الشيء بالنسبه للفيديو. وعن تحت خلاص تحت نفس الخيارات ما في اختلاف. نفس الشيء بين الفيديو لو رحنا على الفيديو نفس الاوبشنز. اللهم في عندي فيديو اوبشنز زي الدايمنشن تاع اللي هو ديسبلاي اريا تاع الفيديو حتكون اوريجينال ولا الكاست. الكاست بعطيني هنا الهايت والويد
عندي الاوتو ستارت وعندي اللودينج وعندي الاندرلاين. اوكي طيب لو جينا على الايمج بنفس الطريقه نفس الاوبشنز ما في اختلاف. اللهم في عندي الايمج اوبشنز اللي هي دايمنشنز بتاعت الصوره, البوردر اذا كان في بوردر للصوره او لا, الايمج تارجت يو ار ال انه هنا هذه الصوره اذا موجوده على اكستندر ويب سايت اوكي ممكن احط اليو ار ال تحت. ان كيس صار في مشكله ما ظهرت الصوره بتظهر مكانها اليو ار ال, بعمل طلب اتكال لها تفتح له الويب سايت الموجود على الصوره. اذا حملت الصوره فايل ولا لا بس بعمل رابط بينك, وعم تعتمد على سرعه النت وعلى كذا يعني ممكن يعني تظهر مره واحده او اجزاء. وهنا استند اوبشن فلحظه نحمل ايتم فايل اوديو ايمج فيديو نفس الخطوات. اللهم كل واحد فيه له اوبشنز خاصه. اوكي ويب لينك نفس الطريقه, وهنا على ويب لينك بطلب من النيم واليو ار ال مكتوبه نفس الطريقه https://www.web. ممكن تكتب ديسكريبشن عن هذا اللينك ايش هو بالضبط, اذا في اتاش ممكن اعمل اتاش مع اليو ار ال و الويب لينك اوبشن بتحت النيو ويندو وسوي لك اوبشنز فيري ايزي جدا. هذا بالنسبه لانواع الفايلز. ممكن كان في سؤال اللي هي لو في شيء عدل على الدروب بوكس كيف نضيفه. احنا مثل ما ذكرت شوي ان شاء الله الفيرجن الجديد راح يظهر عندي في المشروع كذا تقدر تعمل سو ايكون في دروب بوكس وال وين باي. حاليا احنا ما عندنا هذه الاوبشنز فممكن نستخدم احنا ايش الورك بجيب انا اليو ار ال تاع الفايل معين اوكي واضيفه يصير الفايل مفتوح مباشره على دروب بوكس او على اوكي تمام. اي كلاود بغض النظر ايش كان جوجل درايف ولا غيره ممكن استخدم الويب لينك هنا على الويب لينك بس اجيب اليو ار ال تاع الفايل الموجود ونحطه بس. تمام اي سؤال احد هون نزل ابو على الموبايل بكره ان شاء الله احنا في عندنا في الاجنده بكره اخر موضوع هو الموبايل لا راح اجي انا على اركز كثير على موضوع المشرب لانه هذا اللي بيهمنا كثير حاليا موضوع المشرب. اوكي راح اخذ وان سامبل او عفوا وان اكزامبل على اليوتيوب فيديو كيف ناخذ مشهد من اليوتيوب. طيب احصل على اليوتيوب اول خطوه راح اعمل سيرش. لاحظوا الان اوكي مره ثانيه انا الان موجود على وانا حضرت الفيديو من اليوتيوب انا على يونت 2 مثلا في شابتر 1 او على شابتر 2 هي شابتر 2 هنا انت عملها حملها حملها البريك هي من نوع بتكون عازم من نوع كونتنت اريا تعمل كونتنت اريا بتسميها تشابترز وبعدين بتبدا تقسمها تمام. طيب انا بدي اضيف الفيديو من اليوتيوب اضيفه على تشابتر 2 ما في عندي تقسيمات ما في عندي سب فولدرز اوكي برجع بالكونتنت وبحكي له يوتيوب فيديو سيرش ايش اسم الفيديو اللي انت بتدور عليه اما انت تكتب نحكي التكست بالضبط ايش هو الموجود على اليوتيوب او تكتب انت خلينا نحكي كيورد معينه وبناء عليها بيبدا يدور. كل ما كنا محددين اكثر على التايتل راح يجيب لي الفيديو اللي هي فيت للميستا. خلينا نكتب مثلا شو بحكي له بدي احكي له ان انتدكشن تو ايلر باي لغه بتحب تبحث انجلش عربي بدك اياه اي اوكي انجلش صح جو بيبدأ الآن يعمل سيرش جاب لي الآن مجموعة آيتم. لاحظوا كم آيتم جاب لي فعليا من فيديو جاب لي 300,000 فيديو بحكوا عن انتدكشن ايلر. أنا هذه النقطة اللي بتشجعني أكثر إني أعمل ماي أكاونت على اليوتيوب. ليش؟ إذا أنا بدأ أعمل سيرش في 380,000 ما بخلص من هون لخمس سنين صح ولا لا؟ لكن لما أكون أنا محملها الفيديو تاعك محملها على اليوتيوب باسم معين وأنا عارف إيش اسم بالضبط راح تجيب لي مباشرة من أول واحد وثاني واحد راح يوفر عليه وقت كمان. أوكي؟ طيب مثلا لاحظوا كل فيديو جاب لي إياه بعطينا عليه انفورميشن سريعة في الديوريشن تاعته بتكمل بعضها. الديتا حملت الضغط كل ما كانت أحدث من كان أحسن. على فرض مثلا تختار أول واحد. بالمناسبة هون بعطيني اليو ار ال تاع الفيديو ممكن أروح أشوفه على اليوتيوب أتأكد منه. إذا ما حبيت أعمل هيك ممكن تعمل بريد ولا الفيديو من بلاك بورد من غير ما تطلع اليوتيوب. أوك سلم. عملنا سلم. الآن هنا الاسم الأصلي تاع الفيديو الموجود على اليوتيوب. تحب تغيره؟ طيب. مثلا بتسميه انا e-learning basics
اوكي أيوة النقطة الثانية ممكن هون اكتب سكريبشن عن هذا الفيديو تظهر تحت الاسم مباشرة ممتاز الفيو يكون ثمنل ولا امبيدد فيديو ولا تكست يفضل يكون ثمنل راح نشوف الفرق ما بينهم هذا الثمنل اوكي هل نظهر للطلاب اليوتيوب يو ار ال اللي هو موجود هون ما في داعي نعملها نو هل نظهر للطلاب الانفورميشن تاع الفيديو اللي هي الديوريشن والديت وغيرها ما في داعي ايضا نو هل في اتاشمنت حاب تضيفه انت مع هذا اللينك اذا في اتاشمنت تعمله باوز هنا اخر نقطه ستاندرد اوبشنز اللي هي الديت والتايم خلصنا لاحظوا تحت شو في الاوبشنز الان اما بعمل بريفيو للفيديو او اما اعمل له صوت وحمده والطلاب يبدا يشوفه اذا كنت متاكد منه ارجع له صوت تمام اوكي صبنا حملنا الفيديو هل دخلنا على يوتيوب الفيديو صار موجود عندي على الكورس طيب نشوف الطالب كيف يشوف هاي نقطه مهمه بنروح عند ستودنت بريفيو بروح الطالب على تشابتر 2 على تشابتر عفوا بروح على تشابتر 2 بشوف في عنده فيديو في هذا المكان بيبدا الطالب يشوف الفيديو I'm Chris Patch, president of eLearning Squared. I've been creating and deploying eLearning courses for over. بشوف الطالب الفيديو كامل يخلص. As templates we developed throughout this course. هل الطالب دخل على اليوتيوب؟ نهائيا. هل يوتيوب جاب اقتراحات بعد ما خلص الفيديو؟ نهائيا. فقط خلاه بس في موضوع الفيديو اللي احنا حنعمله. ولا شيء. ولا شيء. بل حتى اذا الفاير وول ما كان قوي في الجامعة بإمكانك تفتح اليوتيوب إذا كان محظور في الجامعة هاي واحدة من النقاط اللي أصلا بلاكبورد عملوها كثير من الجامعات يعمل ريستريكشن على اليوتيوب داخل الجامعة بس إذا الفاير وول ما كان قوي كثير تبروز عليه ما كان قوي كثير بإمكانه البلاكبورد يتجاوزها ويفتح اليوتيوب إذا كان قوي كثير وعامل أكثر من لاير فننسى الموضوع لا باخذ الفايل الرابط بس الرابط بمعنى اوكي بوفر سبيس بس هون في عندنا في عندي ريسك ايش الريسك اذا الاونر تاع الفيديو هذا عمله ديليت من يوتيوب راح يعدي طريقه انه انا احمل الفيديو او خذ على الكمبيوتر براحتك بس اذا خزنته على الكمبيوتر بدي اعمل له ابلود كامل ممكن اوكي هذا مشكله طب ليش ما نعمل طريقه ناخذ الفيديو اوكي نعمل له اكاونت تاعي واعمل ابلود على الاكاونت على اليوتيوب اوكي ممكن اتواصل مع صاحب الفيديو اذا كان في الطريقه يعني في فيها اكثر من طريقه طيب نرجع عليه هذا نرجع لها الآن مثل ما حكينا اللي بدي أعمل أنا إديت للأوبشنز لأي فايل حملته بروح على نفس الفايل إحنا الآن في تشابتر 2 أوكي بدي أعمل إديت على الأوبشنز اللي هنا بدخل إديت عندي أوبشن ثاني كان اللي هي خلاص أخذها كان في مشكلة إنه في طالب شاف وخلص ما بنعمل عليه إديت إلا إذا عملنا أبلود مرة ثانية لأنه في عليه مشاهد صح. طيب خلينا نشوف نفس الفيديو حمله بطريقه ثانيه امبيدد فيديو هاي الفرق بس فيوينج يعني شكله اوكي راح نشوف كيف بس هاي الفرق شكل بس مش اكثر بفتح بنفس نفس المكان هنا لا بفتح ويندو جديده لليوتيوب تمام طيب سؤال مهم جدا كيف نشوف مين يعني نعمل تراكينج على ايش على الفيورز طيب بتلاحظوا اي ايتم اي فولدر نضيفه هي على مستوى فولدر في عندي هنا بالاوبشنز في عندنا هنا شيء اسمه statistics tracking اول شيء لازم اعملها enable اعملها اول شيء enable من ثم بصير السيستم يعطيني عليها ريبورت او statistics طيب خلينا ناخذ مثال chapter 1 بعمل عليه tracking بدخل عليها فقط في عندي اوبشن yes او no او on off on لما اعمل on مباشره بضيف لي ايتم جديد اول شيء بظهر لي هنا enable عملنا احنا انيبل ده ايش ستاتستكس تراكينج بنفس الوقت فتحت المنيو مره ثانيه بيعطيني هنا ايتم جديد ما كان موجود بالاول اسمه فيو ستاتستكس ريبورت اوكي شوفوا مثال في تشابتر 2 احنا مش عاملين انيبل للستاتستكس صحيح لو دخلنا عليها ما في عندي فيو ريبورت بينما هنا في طيب ادخل عليها فيو ستاتستكس ريبورت اعمل كليك عليها في عندي ريبورت اسمه كونتنت يوزج ستاتستكس ثم مطلوب مني بس اعمل رن فقط بعمل رن ايش نوع الفايل راح يطلع فايل الريبورت يطلع بي دي اف يطلع اتش تي ام ال اكسل وورد
انا حابب البي دي اف. اوكي ايش الديوريشن انت بتعمل عليه ريبورتنج؟ بدي اشوف الطلاب من 1 نوفمبر الى اليوم. اوكي طيب بختار من 1 نوفمبر مين الطلاب؟ هل طالب، طالبين، كل الطلاب؟ اختار، تعمل سيلكشن. خلصنا سبميت، نبدا نعمل الان جاذرينج للداتا بتاعت الريبورت. خلصنا بحكي الان داونلود ريبورت او احفظ ريبورت في كونتنت كوليكشن عشان تخليه كباك اب عندك. نعمل داونلود، يظهر لي الريبورت بهذا الشكل. ايش ازاي الريبورت؟ الريبورت 4 صفحات. اوكي الصفحه الاولى تعطيني هنا على مستوى الايام 1 بعدين راح 3 بيعرف انه يوم 2 مثلا ما في دوام حسب ما هم برمج سيستم ادمنستريتور 3 5 7 وغيرها، او اذا كان في سكادجول للكورس نفسه 1 3 5 او 2 3 2 4 3 2 4 وغيرها بيعرف. اوكي هنا بيعطيني كل يوزر، كل يوزر في هاي الايام اللي اخترتها كم مره دخل على هذا الايتم. الصفحة الأولى، الصفحة الثانية، الصفحة الثانية. طيب، الصفحة الثانية بيعطيني على مستوى الساعات في اليوم. 24 ساعة. الصفحة اللي 23. في كل ساعة كم هيتس عندي؟ تمام؟ عشان أعرف أنا متى أكثر ساعة يكون في استخدام لهذا الأيتم. آخر واحدة، آخر صفحة بيعطيني بالأيام. بالأيام من الأحد إلى السبت. كل يوم كم هيك وبرسنتج حق الواحد. فهذا الريبورت بيعطيني يعني معلومات كويسه مش بسيطه بصراحه، انه كم استخدام، متى الطلاب استخدموا الكورس، اكثر يوم استخدموا في الكورس الايتم عفوا، اكثر ساعه استخدموا فيها الايتم. اوكي والطلاب نفسهم خلال الشهر او المده الزمنيه اللي انا اخترتها بالضبط متى استخدموا الكورس. هنا باليوزر اسم اليوزر احنا بشهر نوفمبر 2017 هاي اليوزر الايام. الصفحة اللي بعديها أتوقع هو شهر 12 صحيح ديسمبر 2017 هذا اليوزر نفسه وكم عدد الهيت اللي هي عملية الدخول للآيتم. إذا اخترت عندي 50 طالب أعطيني هنا الإحصائيات كل 50 طالب. طبعا هنا ممكن نعمل داونلود أو نعمل برنت. أوكي هذا على مستوى إيش حكينا، على مستوى الشابتر. حتى على مستوى الفايل اللي حملناه مثل عندي هنا فايل نفس الطريقة، برجع الفايل منيو بقول له الآن أعمل enable للتراكينج submit. أصبح في عندي الآن بحر هنا النوت وهنا أعطاني statistics report صار موجود. أي item أي folder تعمله ممكن تعمل عليه التراكينج. بالعكس لأنه أصلاً system administrator مطلوب منه بين فترة ثانية قيس performance قبل بعض. نتائج الستاتستكس هذه بتساعد انه البيرفورمانس يكون دقيق اكثر. في بلاك بورد في اتندنس، بس بصراحه الاتندنس هي كانت اجتهاد من جامعه اسبانيه. اوكي الاتندنس عليها مشكله. ايش المشكله؟ الاتندنس بيعتمد على السكادجول بتاع الكورس صح. بلاك بورد لحد الان ما عندنا سكادجول. بلاك بورد مبني على كلتشر غربي. كلتشر الغربي ما عندهم غياب وحضور. كلتشر الغربي ما عنده الماكسيمم جريد تكون 100% ممكن تكون 110% صح. بلاك بورد بدي على الكلام هذا. راح نشوف بكره ان شاء الله في الجريد راح نشوف كل طالب ياخذ في النهايه التوتال بتاعه ماخذ 105%. ما عندنا مشكله. طيب انتم الكورس موجود عندكم الاكونت في كورس واحد، هذا الكورس عمل كيف تعملوا يعني؟ طيب انا في عندي هنا مصطلحين، في عندي كرييت كورس وفي عندي كورس ديزاين او بيلد كورس. كرييت كورس بعمل سيستم ادمنستريتور انه بيعمل على بلاك بورد كورس، هذا الاي دي تبعه وهذا الاسم، احنا ما لنا علاقه. انا بدخل على بلاك بورد بشوف عندي الكورس ليست فيها اسماء الكورسات اللي بدرسها. هون ببدا ادور اللي هي موضوع ايش الكورس ديزاين. بعمل ديزاين وابلودنج للكونتنت وتوزيعات وغيره تمام، اللي هو تكلمنا عنه احنا اليوم فعليا. لا نعمل بالضبط محسمات بالضبط. طيب انا ذكرت الصبح ان الكورس اللي معكم هذا تجريبي يعني اعمل فيه اللي بدك اياه ما في مشكله. ادي هذا الكم كيف تستخدموه في الجامعه برا الجامعه في البيت مسافر تستخدمه. بس مش عارف موزعناها احنا عندنا كل اللي شرحناه موجود في هاند اوت موجود عندكم ترى على الجهاز على تمام.
كل صفحة فيها السلايدز أو السلايدز يعني عبارة عن سلايدز وجنبها ممكن تكتب أنت النوتس تاعك. أوكي صفحة على الوجه هي موجودة عندكم على الجهاز ممكن أنت تطبعها برضو تحب تدرسها كلها ما عندي عندها الاحتياط الموجود هي موجودة نعم موجودة بس فيها كل النقاط حكينا عنها اليوم وبكرة ونقاط إضافية مش موجودة في الأجهزة. طيب هاي أول نقطة. نقطة ثانية دكتور في عندك أنت ويب سايت لازم برضو نتعامل معه اسمه help dot blackboard dot com. أوكي ويب سايت اسمه help dot blackboard dot com. أنت هذا free ويب سايت أي واحد يستخدمه عنده blackboard أو ما عنده blackboard. لما ندخل في مشكلة لما ندخل هنا بسألني أنت أي user أنت student ولا instructor ولا system administrator. أنا instructor رفع instructor ممتاز. طيب أنا بأي system أنا وين بشتغل بشتغل في كوليج أو يونيفرسيتي ممتاز. طيب النقطة اللي بعديها إيش السيستم اللي بيسأل عنه في blackboard؟ مش حكينا صبح في blackboard في عنا أكثر من system. أنا بسأل عنه هو blackboard learn تمام بعمل كليك عليه ممتاز. باجي هنا بحكي له بعمل سيرش على شيء معين مثلا بدي احكي له upload image سير بيجيب لي الان كل المواضيع اللي في blackboard اللي بتعمل لي upload image add files image audio بعمل كليك عليها وبيبدا يشرح لي بالضبط كيف اضيف الايمج بالخطوات بالصور فيديو احيانا بيكون موجود اشرح لي كيف اعمل تمام. الجميل دكتور الاحسن كمان حبيت والله تحط لغه عربيه اوكي روح لغه عربيه بحاول بعمل سيرش لغه عربيه وبدا برضه اسوي سيرش مره ثانيه على نفس الموضوع لغه اللغه بتاعت الويب سايت هذا سهله جدا جدا سواء كان عربي او انجليزي. بالمناسبه اللغه العربيه محكمه هي في الجامعه السعوديه اللي حكمت اللغه العربيه فان شاء الله يعني 90% ما فيش فيه اخطاء. هذا اول واحد. اثنين على اليوتيوب نفسه لو عملنا سيرش على blackboard for instructor في عندي شانل هاي هي اسمها blackboard for learn for instructor فيها 64 فيديو تمام. لو عملت كليك عليها هذه كل الفيديو ناخذ مثال مثلا اوكي global navigation and my blackboard هاي اللي حكينا عنها الصبح لو جينا عليها فيديو من كم دقيقه الفيديو تقريبا 3 دقائق وشوي I am looking everywhere in my blackboard, connecting, accessing new courses, changing personal settings, and my blackboard. The user menu provides access to your courses, as well as the home and home links. The logout button is also new. نفس الوقت, blackboard for students. عشان برضو الستودنت كيف يعرف كيف يستخدمه في blackboard. في عندنا تشانل فيها 27 فيديو blackboard for students. اوكي انا هنا ريكومند انه الانستركتور يضيف URL في الكورس منيو لهذا الهلم للستودنت في عربية انا فهذه تشانل ثانيه للستودنت. بالنسبه للعربيه ندخل فقط على شيء اسمه قناه تمكين اخذ لحظه تمكين تعلم الكتابه. اوكي بس ندخل عليها هذه الفيديوز اللي بتكلم فيها عن استخدام البلاكبورد. ناخذ مثال ملف التعريف الشخصي اللي هي ماي بيرسونال انفورميشن. ملف التعريف الشخصي على ماي بلاكبورد ملف التعريف شمال صورتك الشخصيه ونبذه مختصره عن اسمها قناه تمكين السعوديه جامعه الملك خالد في بس اخذت جائزه البلاك بورد على مستوى العالم تم تحكيمها واخذت جائزه على مستوى العالم. بالمناسبه في السعوديه في ثلاث جامعات ما شاء الله متميزين جدا على مستوى العالم جامعه الملك خالد في ابها جامعه الملك عبد العزيز في جده وجامعه جامعه الملك ملك فهد بترول معهد بالضبط. هذول ثلاث جامعات على مستوى العالم يعني 2016 في الكونفرنس تاع بلاكبورد في اسبانيا جامعة الملك عبد العزيز اخذوا جائزة افضل جامعة في استخدام بلاكبورد في العالم فما شاء الله في يعني في تميز في بالامارات جامعات متميزة ايضا وان شاء الله باذن الله يعني قريبا تكون جامعة الكويت واحدة من جامعات متميزة ان شاء الله بس بدها شوية مجهود من جهتي. فلاحظوا عندكم كثير ريسورسز بامكانكم
تستعينوا فيها وسقطاً سقطاً توصل لمرحلة مش محتاج أي ترينينج، بالعكس أنت تحتاج ترينر حتى الإكسكيوز الأبسنت. صحيح أنا اشتغلت مودي بعرف مودي كويس يعني، بس هاي أوكي هاي أوكي، بس في شغلة ثانية مثلاً في الإكزامز في الجريدز أوكي بلاك بورد فوق فيها المودي راح تشوفوها إن شاء الله. بس سبقاً حكيت لك من الأول بلاك بورد مودي بتنافس على المرحلة الأولى. شو الفرق ما بينهم؟ صدقاً السكيورتي في بلاك بورد أكثر بكثير من مودي. مودي أنت عارف هاي بالضبط أوبن سورس صح. اثنين الهيدك تاع موديل اكثر بكثير من بلاك بورد. بلاك بورد سيستم جاهز، بدك انت تعمل ديفلوبمنت على بلاك بورد بس تتواصل مع الشركه نفسها بيعمل لك ديفلوبمنت عليها، في الغالب تكون فور فري، مرات تكون في عليها تشارج معين، في الغالب تكون فور فري. هذا الكلام في موديل مش متوفر، لازم اجيب ديفلوبرز عندي انا هنا وسايت ويبداوا يشتغلوا، واحتمال كبير اذا زعل مني حياخذ الكود ويطلع صح ولا لا. فبرضه في مشاكل، في مشاكل هون في مشاكل هون، لازم احكيك في يعني الكمال لله للاخر في بلاك بورد موجود بس ضعيف جدا حتى اقول انا فير يعني ضعيف، مش اللي احنا الشيء اللي نتوقع. انتوا في الاول هسه خلي الكونتنت كولكشن على جنب شوي، لا تستخدمه مبدئيا، ما هو اولها صعب شوي، مش الكل عنده فكره عن الكونتنت كولكشن. يعني حتى الكونتنت كولكشن احنا عايز نعمل تريننج لحاله ساعتين ثلاث ساعات، هو مش ما هو كالتالي. طيب اسمحوا لي شوي، بتلاحظوا هنا في الكورس مانجمنت في عندي اوبشن هون اسمه كونتنت كولكشن. الكونتنت كولكشن في عندي اربع انواع من الكولكشنز او اربع من الكونتنت ثلاث، خلينا نتفق على ثلاث. أول واحد الـ institution content، هذا يكون الـ institution نفسها الجامعة نفسها أوكي حطت content فايلات وشيرتها لكل المستخدمين لكل المدرسين تمام. النوع الثاني all courses content، كل الكورسز تاعتي أنا كـ instructor سواء الفصل الحالي أو الفصل السابق كل الـ content هذا موجود في هذا المقطع. رقم ثلاث هذا الكورس اللي فعلي اللي اسمه كورس 25 كل شيء. أخذ فكرة؟ بالضبط. لو عملنا كليك على الكورس تاعنا هنا تشوف هنا لست بالفايلات اللي حملناها. حملنا احنا ملفين PDF ملف إكسل هاي موجودة. تمام؟ لو رحت أنا على الـ All Courses Content بعطيني هنا الكورسات اللي تحتي أسماء الكورسات. عندي كورس وكورس وكورس وكورس. بعمل كليك على الكورس بعطيني الكوليكشن تاعته مباشرة. تمام؟ أي شيء؟ لا لا اللينكس لا. بس بس الابلودينج او الابلودد فايلز بس. بس في عندي اوبشن ثاني راح نتكلم عنها بكره ان شاء الله، ليها موضوع برضو عندي هنا في الـ في الـ في الكورس مانجمنت. بالضبط في عندي هنا الباكجز اند يوتيليتيز، بامكاني اعمل كوبي للكورس او اعمل باك اب منها اكسبورت اركايف. في الاكسبورت والاركايف في عندي اوبشن حتى تاخذ الفايلز نفسها ولا تاخذ اللينكس عليها. في الحاله خاصة باخذ الكورس بما فيها اللينكات عملت على اليوتيوب او غيره واخذ ليها على الباكج تمام. ما موجوده بامكان نفس الادمنستريتور اوكي هو يعمل عمليه كوبي للكورسز من الفصل الحالي للفصل الجاي. موجوده الاوبشن موجود، موجود على ليفل انستراكتور، موجود على ليفل سيستم ادمنستريتور. يعني اذا الانستراكتور فاميليار مع استخدام الباكجز على الباك بورد بامكانه يعملها تمام. احسن لك هون فعليا احسن لك. اذا ما عنده خبره في استخدامها سيستم ادمنستريتور عنده قدره يعملها اوكي. هذا بالنسبه للبيلد كونتنت. مثل ما ذكرت مره ثانيه اخر نقطه عندي هنا اللي هي موضوع لرنينج موديول الليسن بلان والسيلبس الكورس نيم كورس نيم اوكي عرفناها خلاص والسكور. هذول الاربعه في الريسورسز اللي حكينا عنها في الهيلب او في اليوتيوب تتكلم عنها بشكل كامل اوكي. في عندي هنا الكونتنت باكج او سكور، هل كنت تطلع عنها ايش سكور؟ طيب باختصار السكور عباره عن باكج بيعمل المدرس. الباكج بيحتوي على انواع مختلفه من الفايلات موجوده مع بعض. المنتج او خلينا نحكي الناتج من السكور هو عباره عن فيديو، عباره عن فيديو، لكن الفيديو بيحتوي على او بيحتوي على انيميشن، بيحتوي على صور، بيحتوي على كويز، بيحتوي على ممكن يكون محتوي على اكسرسايز ما يندرج الطالب اوكي. كل هذا كلها محتويات بنحطها بباكج واحد فايل واحد اوكي اسمها سكور. فالسكور عباره عن كولكشن لأنواع مختلفة من الفايلات أوكي. ممكن يكون واحد من الكولكشن هذه هي أسسمنت للطلاب، هل فهموا هذا الموضوع اللي ما فهموا الموضوع. طبعا السوفت وير طبعا هون عشان أعمل السكور أنا بدي استخدم سوفت وير ثاني غير بلاك بورد. في عنا أشهر سوفت وير ثينكا، يعني سوفت وير اسمه كالتورا. البور بوينت يعمل لنا سكور. هذه السوفت وير زي الفرق حكيت عنها، في غيرها طبعا كثير. بإمكاني هو يطلب مني يدخل الفايلات المختلفة
بجمع ليها طريقة معينة وبتطلع بالأفعال عند الباكج. الباكج زي ما حكيت لما تشغله تحس إنه فيديو عبارة عن فيديو. هو فعليا لو دخلنا التفاصيل مش فيديو, هو كولكشن للفايلز. تمام؟ أوكي. راح أجي الآن على النقطة الأخيرة لليوم اللي هي الأسايمنت. راح كان أسايمنت بشكل سريع الآن. أوكي. وبكرة راح نقوم برضو عليها إكسسايز. إيش الأسايمنت؟ الأسايمنت مثل ما ذكرت الصبح. أي شيء بتعطيه الطالب يشتغل يشتغله لحاله أو ضمن جروبي. أوكي. نسميه أسايمنت. هومورك نسميه أسايمنت. بحث نسميه أسايمنت. ورقة علمية نسميها أسايمنت. أوكي. اي شيء بيشتغل الطالب لحاله individual او مع جروب بنسميه ايش؟ بنسميه assignment. الassignment بلاك بورد لها لايف سايكل, تبدا من عند اللوكيشن تحديد موقع الassignment وين يظهر الطلاب وتنتهي عند الطالب يقطع درس. اوكي. فاول شيء انا كانستركتور مطلوب مني احدد اللوكيشن تاع الassignment, وين راح يظهر الassignment للطلاب. اي واحد. اثنين, دعم الكريت ده الassignment, اكتب فيه الانستركشنز اللي مطلوب تنفيذها من الطلاب, وحدد فيها درجات الاسايمنت, كم درجة عليها, 5 درجات 10 درجات. تمام. رقم 3, بعمل عملية ببلشينج للاسايمنت, انه الاسايمنت صار افيلبل للطلاب بامكان الطلاب يشوفوه. رقم 4, الطالب بيعمل سبمشن على هذا الاسايمنت, بقرا الاسايمنت, ادفع الاسايمنت, شوف شو المطلوب منه, يبدا يشتغل يوم يومين حسب انا بعطيه وقت محدد, ومن ثم الطالب يعمل سبمشن. خلصنا سبمشن, بيجي الخطوه الاخيره نعمل جريدنج لهذا الاسايمنت. بنعمل جريدنج الاسايمنت مباشره, بتنزل للطالب عنده في الماي جريدز بنقرا درجه. واضحه؟ هي اللايف سايكل. نيجي على اول وحده بشكل سريع, اللوكيشن. وين بتحب الاسايمنت يظهر لطلابك؟ في عندي اكثر من سيناريو. السيناريو الاول ممكن يظهر في عندي ايتم هون اسمه اسايمنت. في هذا الايتم تظهر فيه كل الاسايمنت المطلوب من الطلاب. assignment الأسبوع الحالي, في assignment الأسبوع الجاي, في assignment من 3 أسابيع, كلها تظهر في مكان واحد. في instructors بحكي لك لا, أنا بدي assignment يظهر, assignment لـ unit 1 يظهر داخل unit 1, assignment لـ chapter 2 يظهر جوا chapter 2. فرحت في الحالة هاي, أنا بدي أختار لك حتى أنا أنت في chapter 2. أوكي. بعمل كليك على chapter 2 وبعمل كليك للـ assignment. إذن هي أول نقطة اللي هي location. أوكي. مبدئيا خلينا احنا نعمل assignment في assignment item. كل مطلوب مني احدد اللوكيشن, بدخل على اللوكيشن. بس ادخل على اللوكيشن, الassignment بيجي من نوع assessment. طيب ايش في عندنا options هون في الassessment؟ في عندنا test, مثلا test ممكن اعمل exam, ممكن اعمل quiz, يعني survey, questionnaire. في عندنا assignment, هاي هي النقطة اللي بتاعها. نفس الassignment في عندنا مايكرو هيل اسايمنت. عندنا زي ما حكينا عندنا اجريمنت مع مايكرو هيل. اوكي. بنقدر ناخذ منه كل الاسايمنتس وعملها انتجريشن مع بلاك بورد. الشيء اللي بتعمل يفوت عليها يظهر لي كل الاسايمنتس حسب التوبكس اللي الخاصه بالكورس. تمام؟ طيب ايش عندي كمان؟ في عندنا سيت اند بيل اسسمنت. هذا الطالب هو نفسه يقيم نفسه. او نعملها از بير اسسمنت. طالب طيب يقيم طالب. احيانا هاي مستخدمه في دراسات الطب. وحتى لو يدرس معي لا بمس. موبايل كومبتنس بتعمل انا تيست وخلي الطلاب يجاوبوا عليه, عمل اونلاين اكزام او كويز وخلي الطلاب يجاوبوا عليه من الموبايل ابلكيشن. في هذه الحاله بكون نوعه موبايل كومبتنس, لانه انا عندي مشكله هنا, ما بنفع التيست العادي اشغله على الموبايل, ما بنفع الموبايل تيست اشغله على البي سي او الباور باور, لازم اشغله على الموبايل ابلكيشن. اوكي. اقول حال موضوع التيست تبعه احنا الان بنهمنا الان موضوع الاسايمنت, نشوف كيف نعمل الاسايمنت. اذا حددنا اللوكيشن اول شيء, اللوكيشن حيكون في الاسايمنت ايتم. اوكي. اسايمنت. نبدا الان الخطوه الثانيه اللي هي موضوع الكريت للاسايمنت. شو مطلوب مني؟ بس خليكم معي لحظات لو سمحتوا. الاوبشنز هنا يعني سهله جدا بس محتاجه شويه تركيز معي. نيم اند كلر. ايش اسم الاسايمنت؟ اوكي بدنا نسميه اسايمنت نمبر 1. اوكي. انت حر بالتسميه. instructions ايش مطلوب من الطلاب هون في هذا الاسايمنت؟ مطلوب من الطالب يعمل كذا. 2 3. ممكن اذا كنت هذا الاسايمنت كاتبه على بي دي اف برا تعمل مباشره, تعمل اتاتش غير ما تكتب شيء في الاسايمنت. ممكن تكتب هون بس نوت للطلاب انه افتح الفايل على
تحب تعمل السكشنز هاي تحطها على فيديو تعمل ابلود الفيديو ممكن تحملها في اليوتيوب او تحملها هذا الفيديو عندك خيارات واسعة. وهنا نصيحتي انا انه حاول تنوع في عمليه تقديم السكشنز للطلاب. لا تخليها دائما تكست ممكن طالب لما يشوف فيديو لك يكون يعني افضل شوي ممكن ياخذ معلومات بشكل اوضح اكثر تمام. ممكن يكون اثنين اعمل انا اكتب تكست ونفس الوقت اعمل اتاتش ده فيديو ممتاز. الديو ديت اخر موعد تقديم الطلب او الصنف متى اخر موعد مثلا بدي اخليه اخر موعد يوم الخميس القادم الساعه 4 العصر تمام. اجى يوم الخميس الساعه 4 العصر 4 ونص طالب اتذكر في عند الصنف بده يسلم الصنف حلو يسلم سلم بس بيطلع لي تمام. فانا عاد انا هذا شغلي انه ممكن في الاستراكشرز اكتب انه ريفيو ديت يوم كذا ساعه كذا لكن من بعديها في ليت وفي حيكون ديدكت مثلا 25% من الدرجه طبعا اكيد بظهر جنبه ليت او مش ليت لحاله بس تطلع كلمه ليت تمام. تفضل ممكن صح ممكن نعم حسب نشوف اوكي. طيب الجريد كم درجه على هذا الاسايمنت؟ عليه 10 5 براحتك هي 10 ممتاز. اد روبريك ايش الروبريك؟ ممتاز احنا نسميها مرات مصفوفه تقييم. الروبريك عباره عن مصفوفه تو دايمنشنز ماتريكس اوكي فيها الليفل الاول الليفل الاول هي عباره عن يسموها النولج اريا والليفل الثاني اللي هي الليفلز المستويات اوكي. فانا بحدد هنا مستويات الطلاب وبحدد النولج اريا اللي بدي اقيسها وفي الوسط بحط المهارات او الكونديشنز لازم يطبقها الطالب حتى يكون في ليفل معين ضمن النولج اريا. بس اخذ شكل سريع عنها عشان تكون واضحه. اي مثال بسيط جدا اوكي. هاي هي عباره عن روبريك فيها حكينا الدايمنشن الاول هو اللوبس ممكن اغير الكلمات هذه ما عنديش مشكله ممكن اخليهم اربعه كولومز خمسه كولومز ريكومنديشن ثلاثه اربعه لا اقل ولا اوكي. ايش هي النولج اريا اللي بقيسها او المهارات السكيلز اللي بقيسها عند الطلاب؟ بقيس الفورماتنج عنده بقيس الاورجنايزيشن بقيس الجرامر كمثال اوكي. الى عندنا بكتب انا ايش الكونديشنز لازم الطالب يطبقها او اذا طبقها الطالب حيكون هو في الليفل المدرس بالنسبه للفورمات بينما اذا طبق اللي هو حيكون هو كومبيتنت في الفورمات وهكذا. هنا بحدد عاد انا الدرجه ممكن الطالب اذا حقق هذه الكونديشنز بالمدرس حياخذ مثلا 20% من الفورمات هنا حياخذ مثلا 30% من الاورجنايزيشن وهكذا. طبعا الروبريك علم التريننج كورس تاع الروبريك مدته اسبوعين هاو تو ديزاين روبريك مدته اسبوعين خمس ايام كل اسبوع تقريبا 4-5 ساعات كل يوم اوكي. في عندنا كواليتي ماترز في عندنا بلاك بورد هو بيقدم هذا التريننج اونلاين اوكي. هو بلاك بورد في تول موجود اسمه روبريك البلاك بورد ممكن تكتب بس انا عندي اوبشن هنا اذا انا عملت روبريك على البلاك بورد ممكن اعمل اكسبورت لهذا الروبريك وصير استخدمها في كورسات ثانيه او فصول ثانيه تمام اوكي. اذا كان في روبريك ممكن انا اعملها ايش اعمل سلكت هذا الروبريك واصير استخدمها. الروبريك شو هي؟ الروبريك فعليا في الاسايمنت هي ميثاق ما بين المدرس والطالب. هذا الميثاق راح استخدمه في تصحيح الاسايمنت تاعه وهذا الميثاق برجع له الطالب حتى يتاكد تصحيح المدرس كان صح ولا لا اوكي. طيب خلينا هذه النقطه شوي في عندي هون ثلاث نقاط راح ارجع لها شوي بس هنا في عندي الافيبيليتي راح احكي الافيبيليتي تاعت الكورس كالتالي او تاعت الاسايمنت راح تبدا من اليوم وتنتهي يوم الجمعة الساعة 1 الظهر. إذا أنا هون شو أعمل فعلياً؟ تعمل فعلياً هنا نقطة ذكرها الدكتور حددت الليت لمتى؟ إحنا حكينا الديو ديت يوم الخميس الساعة 4 العصر لكن الأفيبيليتي بتاعت الصامت كله يوم الجمعة الساعة 1 الظهر. إذا للخميس الساعة 4 العصر إلى 1 الظهر يوم الجمعة هذه كلها ليت. بعد الجمعة الساعة 1 ما في حد يقدم خلص انتهى الموضوع لأنه اللينك أصلاً كله تاع الصامت راح يختفي. بس المهم هنا ما يكون الافيبيليتي هنا ما تكون قبل الديو ديت في الخطا تمام. طيب ارجع هنا على اوبشن بسيطه عندي اول اوبشن سبمشن ديتيلز
الان السبمشن ديتيلز فيها اوبشنز حلوه. اول وحده السبمشن او الاسايمنت هذا نوعه انديفيدوال ولا جروبنج، يعني ستودنت باي ستودنت ولا مجموعات. اذا قلت اذا حكينا جروب، طبعا احنا في باكورد ممكن نقسم الطلب لجروب، اوكي. اذا حكينا جروب سبمشن، كل مجموعه فيها 4-5 طلاب، واحد منهم بيسلم، واللي سلم كم اخذ درجه؟ اخذ مثلا 8 من 10، كل اللي موجودين معه حيكون 8 من 10، تلقائيا بحسب السيستم، تمام؟ اوكي. نمبر اوف اتمبتس، كم محاول الطالب يحاول للاسايمنت؟ يعني سلم اول مره اخذ 8 من 10 او 5 من 10، ما عندنا تقدر تشوف، هل نسمح له يعمل محاوله مره ثانيه، يعني يعمل سبمشن جديده ولا لا؟ اذا بدنا نعمل نسمح له يعمل اكثر من اتمبت، لازم نغير هذه نخليها ملتيبل اتمبت، ونحدد كم عدد مرات، والله بيقول 3 مرات. اول سبمشن اخذ 5 من 10، ما عجبته، حاب يعمل سبمشن ثاني، يعمل سبمشن ثاني سكند اتمبت اخذ 7 من 10، ايضا ما عجبته، معاه فرصه يعمل ايش الثيرد اتمبت مثلا اخذ 9 من 10. اوكي، طيب الان موضوع الكالكوليشن كيف يصير على اي اتمبت؟ في عنده هنا 5 اوبشن، اما بيحسب اخر اتمبت او بيحسب اول اتمبت، ممكن يحسب اعلى واحدة او ممكن يحسب اقل واحدة او ممكن يحسب الاقل. فالطالب هنا اخذ 5 و7 و10، او عفوا 5 و7 و9، وكان ما اختار افريج، اوكي بيحسب افريج الثلاثة، 5 و7 12 و9 21 21 3، بيطلع 7 من 10. الاسايمنت جريدنج مانوال جريدنج مني، هذاك التست اللي بيعمل اوتوماتيكلي التست. لا اسايمنت ما في اسايمنت، هو بسلم، هو بسلم فايل ولازم انا اقراه واعمله جريدنج، تمام؟ ودخل الجريد راح تشوف هسه كل هاي البوسيس في التست. لا في 17 من الاسئله راح نحكي عنها بكره، في التست 17 من الاسئله. اوكي، مبدئيا انا ما بدي اعمل انا اكثر من اتمت، خلي سنجل اتمت. النقطه اللي بعديها شيك سبمشنز فور بلاجرزم يوزنج سيف اساين. في عنده هنا سيف اساين، سمعت عن ترنتن او سيف اساين اللي شوف انه كم نسبه النقل من الموقع. في عنده هنا تول اسمها سيف اساين في الداخل، اوكي، وفي عندي اوبشن هو كل استخدمها بعطيني بالضبط كم نسبه النقل عند الطالب من ريفرنسز معينه من حددها في الداخل. هاي اول نقطه اللي هي سبمشن ديتيلز. النقطه الثانيه جريدنج اوبشنز، لما الطالب يسلم هل نخفي اسمه؟ نعمل اخفاء الاسم اذا كان معي جريدر في الكورس، انا اتوقع سؤال كان هون. في الحاله هاي نعمل ايش؟ احنا نعمل انونس للاسماء. طيب النقطه الثانيه انيبل ديليجيتد جريدنج، اني انا اعمل ديليجيشن ليوزر معين في الكورس هو اللي صاحب هذا الاسايمنت، تطبيق اطور هذه الاوبشن جريدنج اوبشن. ديسبلاي اوف جريدز، الدرجات كيف تظهر؟ درجة الدرجة الطالب اخذ 8 من 10، اوكي 8 من 10 ممكن تظهر الطالب 8 من 10 سكور نمبرز، او ممكن تظهر لتر 8 من 10 بعددها في السكيما بتاعت الجريدز عندنا مثلا بي بلس، تظهر الطالب بي بلس. هاي الاثنين مع بعض ما في مشكلة، ممكن اخذ انا سكور والسكندري يكون عبارة عن لتر، فتظهر له 8 من 10 وجنبها بي بلس، تمام؟ اوكي. لان هذا الاسايمنت هل هو انكلودد مع الجريدنج كالكوليشنز، يعني يدخل في مجموع درجات الطلاب، ولا هو عباره عن بس تجريبي للطلاب؟ ممكن انا اول اسايمنت اعمله طلاب كلية تجريب بس عشان يصير هم فاميلر مع استخدام الاسايمنت. في هاي الحاله بشيل التشيك ما يدخل، خليه انكلودد مع الاسايمنت. طيب النقطه بعديها، هل الطالب ان كانوا بعد ما نصحح الاسايمنت يشوف درجته في ماي جريدز؟ في عندنا تول في بلاك بورد اسمها ماي جريدز، الطالب يشوف فيها كل الجريدز تاعته في كل الكورسات في كل الاكتيفيتيز. هل تظهر للطالب ولا ما تظهر؟ تظهر. في اوبشن حلو كثير هنا، شو ستاتستكس للطالب يشوف الافرج والميديان تاع الشعبه. فبشوف والله درجته 8 من 10 لكن افرج الشعبه 9.5 من 10. اذا هو تحت الافرج، تمام؟ هاي صراحه في عليها ريكومنديشن عالي، لازم الطالب يشوف الافرج والميديان. الافيبيليتي اخر شيء، نحدد الافيبيليتي، خلصنا صفر. ايش صار عندي؟ الاسايمنت موجوده، اول شيء ناخذ ايكون مختلفه، بس الاسايمنت في مشكله الريبريت بتاعته ايكون ازنت افيلبل. ليش ازنت افيلبل؟ لما بحكي لنا الريبريت اللي حتكون هي اخر 18 سبتمبر اليوم الساعه 1:01. طبعا بالمناسبه انا حاط السيستم موجود على يو اس سيرفر، يو اس سيرفر واشنطن. هم بالضبط متأخر على 7 ساعات،
يعني حتى تعليم الساعد بسبعة صومة تقريبا. نفس الطريقة نروح على المنيو تحت الايتم ونعمل ايديت برجع نفس الصفحة تمام. هذا الانفايرمنت بس مش طالب منك بتاع طالب منك اليو اس بلاك بورد الاصلي الام كده. فنعدل بس الديت هنا وهنا الديت واحد الديبريتي خليها مثلا مبارح بس نعمل صبنك شوف صار استعمل افل تمام. إذا إحنا هون شو خلصنا location خلصنا creation هيك نيجي رقم ثلاث اللي هي submit عند الطالب. نروح عند الطالب الطالب بيعرف إنه في عنده assignment. بالمناسبة لو الطالب راح إحنا ما عندنا هنا ما يتذكر بيظهر عنده في update إنه في عنده assignment. إذا ما كان عارف location تاعه بيطيه في update وين اللينك تاعه. خليني بس أتأكد إذا مكتوب عند instructor ما مكتوب مفروض لو جينا هنا على الابديت لسه مش موجود في الدرس. على كل حال مثل هيك تظهر نوتيفيكيشن هنا الطالب يعمل كليك على اوبن بيفتح مباشره الاسايمنت لو مش عارف وين اللوكيشن تاعه حتى نوفر عليه مشكله. طيب يرجع مره ثانيه على الكورس ما سوى سبمت لسه جالس هروح الان عند الطالب واعمل السبمت. الان انا طالب بعرف انه في عندي اسايمنت موجود في الاسايمنتس ايتم هذا الاسايمنت ندفع على الاسايمنت بيعطيني معلومات. ايش المعلومات؟ اول شيء او اهم معلومه الديو ديت بتاعت الاسايمنت ديت والتايم الدرجات وهاي الانستركشنز المطلوب مني اني انفذها. ببدا اشتغل على نفسي يوم يومين ثلاث خلصت الاسايمنت صار جاهز. وين الاسايمنت؟ اما انا بدخل هون بكتب رايت سبمشن وبكتب الحل في هذا المكان حل الاسايمنت اوكي او بكتب على فايل اكسترنال فايل وبحمله وبعمل له ابلود. بدخل على براوز ماي كمبيوتر انا ما زلت طالب اوكي أنا ما زلت فايل. وين الفايل؟ مثلاً هذا الفايل اللي إحنا طيب مثلاً هذا هو الفايل اللي أنا فيه حل الأسايمنت. أوكي أبلود. إذا في فايل ثاني ممكن أحمله. إذا في كومنتس حاب يكتبها الطالب بكتبها وبقرأها المدرس. خلصنا كل الأوبشنز هنا ما بقى شيء. في طالب أوبشن إما بعمل سيف درافت بعمل أبلود للأسايمنت لكن ما بظهر عند المدرس. أوكي درافت. إذا حب يعدل عليها بيعدل عليها ما في مشكلة. لكن مش فاينل سبمشن. اذا فاينل سبمشن خلص بعمل كليك على سبميت. كليك على سبميت الطالب هنا سلم السبمشن بتاعته وهي تفصيله. طبعا هون عند الطالب يظهر سكسس انك انت عملت ايش سبمشن بيز ان تمام خلصنا عند الطالب. هنا بس في ملاحظه انتبهوا عليها بس انا حكيت لكم خليها بعدين. لما اعمل اكزيت بريفيو انت فعليا لما تدخل تعمل سويتشنج على ستودنت مود ايش بيعمل البلاك بورد؟ بيعمل كرييت ليوزر اوكي اسمه من اسمه لكن جنبه بيكون ايش؟ بريفيو ريفيو يعني فانا شو بحكي لنا؟ طيب هذا اليوزر لما تطلع انت هل نعمل له ديليت مع كل اكتيفيتي اللي بعملها ولا نعمل له سيف او كيف؟ بمعنى هسا انا دخلت انا على ستودنت بريفيو صح؟ صار في عندي يوزر جديد هذا فيرتشوال يوزر مش حقيقي واحد ما في يوزر اوكي بس هذا اليوزر عمل اكتيفيتي اللي هي الاسايمنت سلم اسايمنت اوكي. اذا طلعت الان وحكيت له ديليت راح يعمل ديليت لهذا اليوزر والاكتيفيتي اللي هي الاسايمنت اللي عمله. اذا عملت له كيف راح يحفظ هذا اليوزر ويحفظ الاكتيفيتي او السب الاسايمنت اللي قدمه. انا الان مبدئيا محتاج اعمل له كيف تمام حتى اعمل جريدنج على على اوكي نعمل له كيف كونتينيو. بنلاحظ هنا لما نعمل كيب صار هنا في لون اخضر في الوسط هذه معناها انه هذا اليوزر ماله محفوظ تمام اوكي خلصنا. اذا هون خلصنا المرحله الثالثه صح اللي هي السبمشن عند الطالب اوكي. وين انا كانستركتور اشوف اجابات الطلاب او السبمشن زي الطلاب في الاسايمنت؟ ممكن نوتيفيكيشن ممكن في مكان ثاني وهو الاسهل في الكورس مانجمنت في عندي شيء اسمه جريد سنتر. الجريد سنتر في عندنا شيء اسمه نيد جريد اوكي سبمشنز للطلاب محتاجه تصحيح من المدرس بدخل عليها بشوف انه في عندي واحد من الطلاب اسمه كذا في اسايمنت نمبر 1 عنده سبمشن هاي التفاصيل السبمشن اللي عملها تمام بدخل على السبمشن تحته ببدا انا
هاي submission هذا الفايل اللي حمله تمام نفتح الفايل نبدأ أقرأ الفايل أوكي نقرأ الفايل نقرأ الفايل أوكي بناء على روبريك يفتكون في روبريك ما في عندي روبريك ممكن أنا مانيولي خلاص بناء على روبريك على قراءة الفايل الطالب بيجي هنا أوكي الطالب استحق 8/10 إذا بتحب ممكن ترسل فيدباك للطالب توصل للطالب خلصنا يس صب لاحظوا الصب شتاء طالب راح للليست راح تروح حسب شو فأنا الآن عندي هل في شيء محتاج تصحيح ميزي جريدين ما في شيء خلص خلصنا المحاولة أوكي إذا نحن هنا شو خلصنا المرحلة الرابعة اللي هي الجريد الخامسة آخر واحدة اللي هي الطالب كيف خدرش أوكي لأنك أنت طلعت وعملت دليل طيب الآن شو الطالب كيف شوف درجته الطالب كيف شوف نروح عند الطالب في عند الآن تو أوبشن الطالب الأوبشن الأول إنه في المنيو في عنده هنا آيتم اسمه ماي جريد تدخل على ماي جريد وبشوف إنه في عنده أسايمنت نمبر 1 أخذ فيه 8/10 والأفرج تاع الشعبة 8 والميديان 8 هذا الأوبشن أول. الأوبشن الثاني بدخل على نفس الأسايمنت اللي سلمه وبعطيه هنا أنت ماخذ 8/10 وإذا كان في فيدباك من الإنستركتور بدخل مباشرة فيدباك للطالب. هذه هي اللايف سايكل بتاعت الأسايمنت مباشرة. نعم. تعمل ريسبمت مرة. إحنا بنسوي أوكي الطالب هو اللي بيحدد. هو طالب يعرف عنده سيف درافت وعنده صمت. لازم أعرف الطالب. شوي إحنا ما نتكلم عن تيست هون ما نتكلم عن أسئلة. إحنا نتكلم عن أسايمنت. فالأسايمنت هنا أنا كإنستركتور ما بحتاج موضوع السيف درافت ما بحتاج هي الطالب هذا أسايمنت عادة مثل الأبحاث طالب مطلوب إنه يعمل ورقة بحثية يطلع يبحث في موضوع معين أوكي ويبدأ يكتب البحث تاعه واجب ويسلمها بالنسبة للإكزام بكرة بحكي عنها أنا معك بس بالنسبة للإكزام بكرة بحكي عنها وفي ستاتستكس كاملة على الموضوع يطلع أنا وأعمل ألف كيب مرة ثانية عشان أحفظ درجة الطالب اللي هي 8/10 ما نضيعها كنت أبي طيب هنا الآن بدي أجي على نقطة أخيرة اللي هي فول جريد سنتر بالفول جريد سنتر تظهر هنا بالعربي سجل الدرجات سجل الدرجات تاع الطلاب يظهر عندي في الجريد سنتر جدول فيه أسماء الطلاب كلهم وإيش درجاتهم أخذينها فمثلا هذا الطالب هذا اليوزر اللي عملناه اسمه بريفلي يوزر لو مشينا شوي نلاحظ انه في عنده assignment 1 ناخذ 8/10 b minus راح اختارنا score ولا كاب اوكي فظهر عنده 8/10 b minus درجة وتلقائيا دخلت في العمود اللي اسمه ايش اسمه total الطالب الثاني الثالث الرابع كل الطلاب الان حاب اخذ انا statistics على assignment number 1 نفس العمود اللي اسمه assignment 1 لو جيت على المنيو تاعته لاحظوا كل شيء في بلاك بورد جنبه منيو كل شيء لو دخلنا على المنيو في عندي هون شيء اسمه كولوم 66 لو دخلنا على كولوم 66 بيعطيني تفاصيل كم عددهم مينيمم فاليو ماكسيمم فاليو رينج افريج ميديان ديفيشن فاريانس النورمال او السيتس ديستريبيوشن وفي عندي الجريد ديستريبيوشن كم طالب اخذ 90% كم طالب أخذ من 80 إلى 90 وهكذا. طبعاً هي يفرق تكون بيلت إن تكون يعني هي واحدة مثل الجامعة كلها. لأنه حم في الآخر أنا في الآخر برجع للأصل بقول تسجيل. فالسكيما جرينج سكيما تكون هي واحدة. تمام؟ لكن جرينج سكيما ممكن نشوفها إحنا إذا تحب تشوفها بسرعة. إذا حبيت أنا أعمل فيو عليها بس. في المانج في عندي شيء اسمه جرينج سكيما. الجريد سنتر. بالجريد سنتر. أتكلم عنها بكرة إن شاء الله كلها بكرة. بس يعني كانكم سألتوا. في المانج في عندي سكيما في عندي سكيما اسمها اللتر بدخل عليها بعملها إيديت بشوف هذه هي السكيما من 97 إلى 100 بأخذ A بلس من 94 إلى 97 A من 90 إلى 94 A ماينس وهكذا حبيت أعمل عليها إيديت طبعا هذا مش شغلنا شغل اسمه الدستيتر أوكي أنا ما في عندي A بلس أو A ماينس عندي بس A و A بلس فالA ماينس راح أعملها ديليت وفي نفس الوقت راح أعدل الرينج هنا راح تكون من 90 إلى 95
فلان أخذ من 95 إلى 100 A plus من 90 إلى 95 A وهكذا. هذا مو شغلنا, هذا شغل سيستم المستر. هو بيعمل سكيمة هاي بناء على البوليس الموجودة في قبول التسويق. والله شوف هاي مشكلة كبيرة بصراحة في الجامعات, مشكلة كبيرة لأنه في النهاية الترانسكريبت بيطلع للطالب نفسه يكون موحد لكل الطلاب, فأنا كيف أعمل أكثر من سكيمة واحدة منهم؟ فمشكلة هاي بصراحة لازم تكون موحدة. في استثناءات كلية الطب بيكون في عندهم سكيمة مختلفة دائما, لأنه أصلا كلية الطب كلها هي يعني خلينا نحكي كيان مختلف تماما في التعامل مع الكورسات والتدريس وتوزيع المدرسين وغيرها, فهي بتكون لها يعني سبيشال كيس. أما ما تبقى التخصصات لا يكون في سكيمة واحدة لكل الجامعة, خاصة إذا فعلنا إن شاء الله الانتجريشن تو ويز انتجريشن حتصير مشكلة كبيرة بصراحة. لا بحكي أنا إن في فيوتشر إذا صار عندنا تو ويز انتجريشن يعني تصير في مشكلة هون. أوكي أي سؤال أسايمنت؟ أي سؤال؟ كيف بلاك بورد؟ ما في بكرة إن شاء الله ممتع أكثر من اليوم. بكرة للتست أنواع الأسئلة وتصحيحها.